أم تلد حورية بحر في حالة نادرة، سنتعرف على القصة كاملة سبحان الله، وسنشاهد مفاجأة كبيرة في نهاية الفيديو. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. حورية البحر هي مخلوق أسطوري يسمى بالإنجليزية ميرمايد، تسكن البحر وتشبه البشر في الجزء العلوي ومن الأسفل، تمتلك ذيل سمكة، تعتبر من المخلوقات الإلهية أو نصف الإلهية في الأساطير القديمة كإله البحر في الأساطير الكلدية. ويعتبر هذا المخلوق مشهورا جدا في التاريخ الأوروبي، حيث اعتبرها امرأة فاتنة تحب الموسيقى وتغني أحيانا، ومخلوقا بلا روح يتمتع بقدرات سحرية وتنبؤية، تعيش لفترات طويلة من العمر إلا أنها غير خالدة. وفي هذا الفيديو سنتكلم عن هذه القصة الحقيقية لأم تلد حورية بحر في حالة نادرة، سنتعرف على القصة كاملة سبحان الله. أنجبت أم طفلة كحورية بحر في حالة نادرة الحدوث، أصابت الأطباء بالذهول والدهشة، ولكن لم يستمر المولود على قيد الحياة سوى 4 ساعات من ولادته، ويقول الأطباء إن الرضيع لم يكن له أي علامة تدل على جنسه، حيث كان ملتصق الساقين تماما مثل حورية البحر. وتبين أن المولود كان يعاني من حالة نادرة تعرف باسم متلازمة حورية البحر، وكانت السيدة التي تدعى مشكورة بيبي 23 عاما أنجبت طفلها في ولادة طبيعية صباح اليوم الأربعاء الماضي في مستشفى تيشاتارا ناجان ديفا سادان التي تخضع تحت الإشراف الحكومي في كلكتا بشرق الهند. وكانت السيدة بيبي غير قادرة على تحمل أي إشاعة مقطعية خلال فترة الحمل، لذا لم تكن تعلم عن حالة الطفل النادرة عندما رأته لأول مرة بعد ولادته. وقال الطبيب سوديب سها أخصائي الأطفال في المستشفى أن الزوجان ولم يسعوا للحصول على الدواء المناسب خلال فترة الحمل بسبب نقص المال، مما تسبب هذا الأمر إلى إصابة الرضيع بتلك الحالة نتيجة عدم وجود تغذية جيدة أثناء فترة الحمل. ويعتقد العلماء أن متلازمة حورية البحر تؤثر على 1 من كل 60 ألف إلى 100 ألف ولادة. والعبرة المستفادة من هذه القصة الحقيقية: أولا، إذا شعرت بأي ألم يجب أن تعرض نفسك على الطبيب فورا، ربما يتفاقم هذا الألم ويؤدي إلى عواقب وخيمة نحن في غنى عنها. ثانيا، يجب أن ترضى بقضاء الله وقدره، فهذا أمر مكتوب من عند الله سبحانه وتعالى. رددوا معي: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة لولو 7.